بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اثناء ترحيب بتعاقد برشلونه مع زركال امام تشافي لتدريب الفريق، ناس كتيره جدا كانت بتقول تصريحات. حتى جوارديولا دخل على الخط وقال لك يا جماعه ما تقارنوش تشافي بيا، وكل واحد ليه شخصيته وكل واحد ليه اسمه وكل واحد ليه مسيرته. وفي ظل كل التصريحات اللي عماله تتقال بترحيب بالتعاقد مع تشافي، جه تصريح السيد جمال بالماضي، وهو ان بغداد بنجاح بيقترب من برشلونه بعد التعاقد مع تشافي هرنانديز. ليه بقى؟ لان تشافي هرنانديز في شهر 2 كان له تصريح شهير جدا، وكان بيتكلم ان بغداد بنجاح ممكن يلعب في باريس، ممكن يلعب في برشلونه، ممكن يلعب في اي دوري في اوروبا، ممكن يلعب في اكبر انديه اوروبا، لان لعيب زي بغداد تهديفيا معدل بتاعه عالي جدا، لعيب سفاح حرفيا. فبغداد بنجاح ممكن ان هو يروح يلعب في الانديه الكبيره دي. بغداد بنجاح سنه مش كبير، 29 سنه مقارنه بالنخله لوك ديونج. لا، بغداد لعيب جامد، وبغداد لعيب على الارض لعيب مميز، ولعيب في الالتحامات الهوائيه لعيب مميز جدا وقناص. فتعاقد برشلونه مع بغداد بنجاح حتى لو الكلام ده كان كلام جرايد، دي حاجه نتمناها جدا، حاجه انا افرح لها جدا. ليه؟ لان الولد مميز جدا، ولانه لسه لعيب صغير، ولان احنا ما معناش فلوس في حته ان احنا نخش ماركات ونجيب حد كبير، نجيب اسم كبير، الموضوع هيبقى بالنسبه لنا صعب. انما السد القطري لو قلت له عايز لعيب من عندك وديه برشلونه، يقول لك تعالوا اتصوروا معانا وهنديه لكم بالتيشيرتات بتاعته بكل حاجه، بالنسبه له خلصانه. فلعيب زي بغداد بنجاح الصفقه تقدر تستفاد منها، خصوصا ان الفرقه الوحيده اللي كانت شغاله عندنا اجويرو بعيدا عن السامعين طلع عنده مشاكل في انتظام مضربات القلب. فالموضوع بالنسبه لاجويرو تقريبا كده مسيرته انتهت تماما. فهيفضل لنا مين؟ الشجره ديونج وبريس وايت. وبريس وايت و بغداد، لو قعدنا نقارن على بغداد وبريس وايت، لا بغداد يكسب طبعا، كفايه انه عربي وبلدنا، وكفايه ان هو لعيب قناص حرفيا. انما هذا بريس وايت ممكن نعتبر ان هو جناح، ده اعتبرنا اساسا ان هو مناسب لبرشلونه. فما اعتقدش ان انت ممكن تعترض على صفقه بغداد بنجاح ان تمت، زي ما كلنا كنا بنعترض على صفقه زي برنس بواتنج، زي ما كنا بنعترض مثلا على باولينيو، وزي ما كنا بنعترض على الصفقات الكسر اللي كانت بتوصل عندنا النادي وما كناش عارفين ليه. دلوقتي احنا نعرف ليه، مفيش اموال وفي مهاجم قناص على الاقل هيكون افضل من اللي عندك. دي حاجه انا اتمناها بصراحه، انا اتمنى ان الكلام بتاع جمال بالماضي بتاع اقتراب بغداد بنجاح لبرشلونه يطلع حقيقي. اتمنى ان برشلونه يعرف يخلص في مهاجم زي بغداد بنجاح، مش هيكلفك كتير، وهتلاقي الايجابيات بتاعته اكتر بكتير جدا من السلبيات، وهو التقدم في العمر. لان هو حتى التقدم في العمر 29 سنه مقارنه باللعيب اللي عندك، لا هو لسه قادر يديك. وفي الدوري الاسباني ما توقعش ان بغداد هيواجه صعوبه، حاجه اتمنى ان هي تحصل، واتمنى ان الصفقه دي تتم، واتمنى ان الكلام ده ما يطلعش كلام جرايد. دي الصفقه اللي فعلا بحس ان برشلونه هيطلع مستفاد منها بنسبه 100%. ده رايي انا. لو انت ليك راي مخالف فبراحتك يا صديقي، الحياه وكره القدم مبنيه على اختلاف الاراء. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش نرحب كلنا مع بعض بزركال امامه، وان شاء الله باذن الله هيقدر ان هو يخلف ظنوننا ويقدر ان هو ينجح، برغم ان احنا مش متوقعين قوي ان هو هيكسر ايدينا، لان زي ما اتكلمنا قبل كده المشكله في الطين مش في المدير الفني. ولحد هنا بقى، لو كملت انت برنس اعمل بقى ديسلايك براحتك يا اسطى.